له؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ليش بعد فترة يبدأ يرجع تدريجيا الجسم الأول؟ طبعا هو هذا المفروض يجاوب عليها طبيب جراحي السمنه، ولكن انا عندي يعني اجابه مبدئيه لهالموضوع هذا. لان في اسئله مرت كذا شفت التكميم فجاء سؤال. الان اجراء عمليه التكميم هي تصغير للمعده. المعده هذه كانت في حجم معين، صغرتها الى 10-15% من اصل حجمها. المريض ما يقدر ياكل اصلا. على طول يشبع. على طول من لقمتين يشبع. تمام؟ غير اللي مرات تكون هو الغثيان ففي التالي الشهية للأكل غير موجودة. فمع المدة يبدأ شوية شوية يأكل. أول فترة بعد التكميم يصير نزول سريع في الوزن، بس يبدأ يأكل يبدأ يصير النزول أقل. التكميم نفسه أو العمليات هذه السمنة لتغيير نمط حياة. لما يبدأ يأكل يرجع إلى نمط حياة السابق، فيبدأ يرجع يزيد وزنه. المشكلة الأساسية هي ترجع للسابق أو المعدة، المعدة هي نفس الأولى ما هي نفس هي مشكلتك أنت في المعدة أنه ترجع تتمدد. هذا الكلام اللي قلنا قبل شوي، أنه المعدة قابلة أنها تتمدد فترجع، وفي ناس يزيدوا أكثر مما كانوا عليه. صح. عشان كذا في بعض جراحي السمنة يقولوا للمريض إذا عندك أنت قوة إرادة انزل 10 كيلو قبل ما اسوي لك التكميم، اتاكد انك انت ناوي يعني. ايوه، عشان تقدر تواصل بعد العمليه. طبعا هذه متفاوته بين الجراحين شكرا لك. تفضل. الاثار